السلام عليكم، الله كاين. اليوم ان شاء الله غندير فيديو على سيتيزنشيب. درس الحصه الماضيه على هيومر يعني الضحك. يونيتي 4 نقص واحد اليونيت، نمشي ديريكت. لا، يونيتي 4 على وومن نقص جوج ديال اليونيت ديريكت الهيومر. يونيتي 6 دابا يونيتي 7، علاش نقص جوج يونيت؟ حيت الدراري ولا المهم التلاميذ عموما وصلوا اليونيت 6 و 7. اوكي، داكشي علاش مشيت ديريكت اليونيت 6. اوكي، المهم قبل ما تنساوش ديروا اشتراك، لايك او تعليق ولا اسئله ديالكم، وبارطاجيو هذا الفيديو في الجروبات ديال الباكالوريا وكاع الجروبات اللي كتعرفوا. اوكي، ليتس جيت ستارتد. اوكي، عندنا يونيتس جيت واي 2، يونيتس 7، سيتيزنشيب اللي هي المواطنه. فوكابولري ريليتد تو ذا يونيت، فوكابولري ريليتد تو ذا يونيت، يعني الفوكابولري غادي متعلق بهذا اليونيت اللي هي سيتيزنشيب. اوكي، عندنا هنا واحد الباراجراف. سيتيزنشيب is the status of a person recognized under the custom or law as being a member of a country. يعني قال لك المواطنه هي واحد المكانه ديال الشخص معترف به داخل دوله معينه كفرد. اوكي، a person may have multiple citizenships. قال لك الشخص ممكن يكون عنده بزاف ديال citizenships، زعما المواطنات. مثلا كاين اللي كيكون عنده ناسيوناليتي، جنسية أمريكية، جنسية مغربية، جوج. اوكي، and the person who does not have citizenship of any state is said to be stateless. كاين شي بعض الناس ما عندهمش citizenship، خصوصا هذوك اللي ما كيكونش عندهم باسبور كيكونوا لاجئين، ولا المهم كيكون عندهم الاصل ولكن رجع مثلا الدوله ديالو غادي يتعتقل ولا بحال هكا. المهم هذا كيتسمى ستيتلس، ما عندوش مؤتمر. اوكي، عندنا هي الحقوق والواجبات. الحقوق والواجبات، نبداو بالحقوق من بعد نمشيو الواجبات. هادو هما المسؤوليات او الواجبات. Okay, here we have to have a job, يعني يكون عندك خدمة. To be respected, تكون محترم. To have access to leisure activities, عندك حق التمتع بال activities، الأنشطة الترفيهية. مثلا تمشي لأي بلاصة فيها ترفيه، مثلا الجردة إلى غير ذلك، ملاعب إلى غير ذلك. To have a say in what happens, يكون عندك حق تهضر على أي حاجة وقعت. Okay. To be free to tell your opinion, تقول رأي ديالك، حرية رأي. To have access to health care, يعني تكون عندك العناية الصحية ولا التأمين الصحي. To be safe, تكون آمن. To have access to education, حق التعليم. To be free to move, حق الهجرة ولا بحالك. هنا عندنا دابا duties، هادو duties ولا responsibilities. okay, to tell the truth، تقول الحقيقة. do your personal best، دير الخدمة ديالك على نية بحالك. respect others، يعني تحترم الآخرين. to be concerned for the good common، sorry for the common good. Yes, to be concerned for the common good. يعني تخدم في شي حاجة اللي تعاون البلاد. Okay. سواء كان تطوعية أو لا. Okay. Common good، شي حاجة إيجابية. To respect the flag of your country، تحترم العالم ديال العالم اللي هو الراية ولا flag، دروبو.
ديال your country ديال الدولة ديالك to participate in community activities، تشترك في أنشطة اللي كيكونوا في الحي ديالك أو الجماعة اللي تنتمي إليها. To believe in human dignity and equality. To believe in human dignity and equality. تؤمن بمساواة والكرامة شخص الإنسان. Respect the rules and laws. تحترم القوانين و rules and laws والقواعد. قواعد ولا المهم قوانين. Respect the environment. تحترم البيئة. To pay taxes. تخلص الضرائب. حيت هاد التاكسز ضروري باش يديرو ليك جوب، يديرو ليك بزاف ديال الحوايج. نورمالي هادي خصها تكون في الاول. اوكي ماشي مشكل. هنايا عندنايا can be both earn اوكي هادو let's see earn your livelihood to have somewhere to live to volunteer in your community service to vote. المهم هادو حق التصويت to vote. اوكي حق التصويت لا ماشي هادو ماشي هادو كيجمع بيناتهم بجوج. اوكي زعما ممكن يكون حق ممكن يكون واجب. اوكي داكشي علاش دارو هنا can be both. To volunteer in your community service. زعما تطوع ولا عندك الحق ولا الواجب باش تطوع. ف هاد الشيء هادي درناه هنايا كاين هنايا وكذا. To participate okay the same. To have somewhere to live زعما تعيش في اي بلاصة تكون عندك بلاصة تعيش. المهم هادي earn your livelihood المهم باش تعيش زعما عندك حق العيش اصلا هذا هو حق العيش. اوكي we have here functions expressing regret. شنو هي regret؟ regret هي الندم. اوكي تعبير عن الندم كيفاش نعبرو على الندم. هذا عنده علاقة بالconditional type 3 اللي درنا في unit سكس توك عبر على الندم. اوكي a regret can be about اوكي a regret can be about something in present or in past. ممكن تكون شي حاجة في present او لا في past. If it is in present then we use the rule of present wish present wish or conditional type 2. إلا كانت في الحاضر كنديرو present ديال wish أو لا conditional type 2. Okay. If it is in the past. If it is in past. Then we use the rule. We use the rule. Of past wish. Or conditional type 3. Conditional type 3 كما درنا في الحصة الأخيرة. أولا wish past wish. اوكي نشوفه في هذا الجدول. عندنا هنا examples present regret. هنا دابا نستعمل present situation I don't know how to use computer. يعني ما كنعرفش نستعمل الكمبيوتر. regret in present كيفاش غتولي تولي if only I know how to use computer. أولا مثلا I wish I knew how to use computer. I wish I know how to use computer. I don't know how to use computer. If only I know how to use computer. Or I wish I knew how to use computer. هنا إذا نا simple past ديال هنا عندنا know وهنا عندنا new.
اوكي كابتن تقنية ولا نو ذا سيم. المهم هذه سيمفاس ديال نو اوكي ديال يعلم هنايا هنا كي بحال قلتي لا اعرف كيف استعمل الحاسوب. هنايا تقول كون غير عرفت كيفاش نستعمل الحاسوب. The same thing. أتمنى لو كنت أعلم كيف أستعمل الحاسوب. Past regret. هنايا I didn't. دي معناها إلا عندنا simple past كنرجعو ل past perfect. إلا عندنا simple present كنرجعو ل simple past. Okay. Simple present كيولي simple past. إلا عندنا simple past كيولي past perfect. يعني condition type 3. I didn't know how to use computer. If only I had known how to use computer. I wish I had known how to use computer. أو لا كمبيوتر أو لا كمبيوتر أو لا كم كم كمبيوتر كمبيوتر كبعد كان تقول كمبيوتر على الأمريكان أكسنت etc. اوكي دابا اش غتلاحظوا هنا؟ تلاحظوا بلي هنايا الا عندنا سيم بريزنت في الحاضر يعني سيم بريزنت في الجمله العاديه. الا نرجعوا على الريجريت ولا كانديشن كنديروا كانديشن تايب 2 او لا الويش في سيمبل باس. اوكي يعني بريزنت ويش يعني كنديروا في بريزنت ديال ويش اي ويش اي ويش اي نيو يعني كنديرو هنا simple past. اوكي واخا هي present present wish يعني present wish هي هكا كاين simple present يعني غنديرو simple past. ولكن في الباست situation يعني simple past هنا غنرجعو كلشي ل past perfect. اوكي that's it the same. داكشي درنا الحصة الماضية راه بحال بحال. اوكي conditional type 3 راه بحالو بحال wish في past. اوكي هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. كاين ريبورتد سبيتش غادي نخصص ليه حصه ديالو خاص حيت هو كتير و كاين في عندكم في يونيت 7 في سيتيزن شيب فاش كاين. المهم غادي نخصص ليه حصه خاصه و كنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم. That's it. Have a nice day. See you in the next video.